كذبش عليهم ما كذبش عليهم يعني ما عرفتش واش وصلت لما وصلت انما هنا اصبح عندي واحد من الدراري اللي لعبوا عندي وتنفتخر به كودادي بعد تيموت على الوداد وما تنعرفش انا وهو والله تقول الاسم شوف خليني دابا انا المهم انا لا انا راه نكذب عليهم حيت انا ما نكذبش عليكم المكتب دابا تقول لي شكون ما تعرفوش تعرف جوج د الناس واحد تيقول لي جمال راه تيكون في جلبو ما عرفتش المهم مواذب اللي تيتشاف واللي تيبان واحد اللي كان واحد الوقيته حتى في التواصل معكم مع داكشي هو اللي كان تيهضر هو طلال ومن الدراري اللي لعبوا عندي كان معايا مزيان انا عام العمر اللي معمرينو راه كذا من بعد ما عرف بلا ما عرف الا غنجي ضارب على قباله ولا ندور في عباد الله على قباله ما نجيش نقولها ليه ما نفتخرش بها نجي نقولها ليه إلا وليت نقولها ليه راه ما نبقى فيها يعني كان معايا مزيان وكان عنده قال لي أنت في الأخر ولا تقول لي أنت ريحت ما أنا نخاف على جاو شي واحد أخرين قلت لي شتي إذا كان أنت معايا مزيان شتي تجي الدولة ولا يجي سيدنا ويلوحني من هنا الدنيا هنا ما تلوحنيش الوداد الوداد ما عمرها لاحت ولادها هذه وحده من الحويجات اللي تنقولها سعيد الناصري تنفتخر به باش تنفتخر به كاينين الجميع كلهم دازو مزيانين كاين اللي خدم بزاف كاين اللي شويه كاين اللي بحال الاخر اللي داز لا لونتور ديالو اللي كانت خايبه كانوا شي بانديلي في جنبو نقولها قدام الصغير والكبير كان انسان جاب لعاب الواعرين جاب مدربين الواعرين من الاخر هذا الاخر دازو الدبلاري دازو الناس اللي خدموا كاين اللي تتحسب ليه لاكاس اللي دارت الوداد تتحسب الدكتور سنتيسي هو اللي بدا فيها يعني كلها ناس خدمات من بعد المكوار في الأرقاب من بعد المكوار من بعد المكوار هذا رجع هيبة ديال الوداد باش بالنتائج لأن الوداد تلسات واحد الوقيته في التسعينات كلينا العصا ناس خدموا فينا كما ينبغي والوداد ما عندهاش اللي مثلها في الوقت ديال هذا الرباح اللي كاين أن الوداد ولات كلمة تنسموها رجع لها القيمة ديالها أنا ما عاطيني لا مليار لا جوج لا ثلاثة والله العيد ولا العواشر ولا كل شيء ما عمرني شتا منهم وما تطلب حتى شي حاجة نطلب عا يكون شي حاجة بخير لحد الآن ما نكذبش عليك ها هو أنا لحد الآن مساعدة ديال خوتي وخواتاتي هاد الساعة ولا إله إلا محمد رسول الله هذا واحد من اللي كان ملي كنا كون راه ماشي عيساهم كون حيدها من هنا وعطاها أنا اللي تيجيني دابا صعيب هو ديك الدفعة باش الدفعة في الأول ديال بريزون شارج وشنا هو هاني الغاوب الله عارف شنو يتشد أنا هو يقول لك فاتي اللي بغي يبوسني ها حنكي ما نمشي عند اللعابة لجورهم ما نمشي عند الديريجانات ما اللي بغي يتبرع لي ولا بغي يشوفني راه كلا مشيت تسمى عندي طلبة وحق الله لا كنت حقرت حيك سحال هذه ما تنمشي ما والو ما تنخرج ما تنضرج لا قاوي لا تشي قلت راه حدي تما تنحس براسي تحقرت فاش ان ذاك الاعتراف هذيك البيك أبسط حاجة تلعادي البيئة ديال تيران الوليداتي ولا ناب حروقة تتلعب دور كبير ما بقيتش عادي بحال ما كاينش بحال ما عمر جزي هذاك الاعتراف ديال هاد الإنسان رعطا ولا ما عطاش ولا كذا هذا هو اللي كاين ولكن هاد الحقرة كلها اللي تتقال حقرة هي ماشي حقرة حاجة
ملي تنشوف بحالكم بحال هاد الوجوه ونشوف الناس في بحالكم تنحس براسي دابا راه هذا باش كنت في الوداد صافي. اما الوداد ما كذبوش الوداد ما نظلموهاش بعد الفرق تا هما ما نظلموش ما من راجع ولا ناس كاينين تما ناس اللي خدموا استاذ معاش واحد الناس واحد العادات اللي كانوا سيدي ومولاي يوري راه في تيران الرجا شاكي في تيران الوداد ونز الدراري ومشي نلعب في تيران الرجا وناكلوا ونشربوا كي خوت يجي عندنا نفس الشكل تلعب كونتر بعضياتكم راه شكل كنا تنتحابوا كاينش ما طالبت والو راه ما طالبت اخو والو انا طالبت رد الاعتبار لا بغوا يديروا شي خير ولا شي حاجه والو بغوا يديروا شي محال ولا يديروا لي شي بيعه وشري للوليدات اللي غتبقى تدخل لهم باش يعيشوا. اما انا مشيت اما لا كان السكنه السكنه راه ساهل باش تاخذها باش تخلص ماها باش تخلص ضوها باش تخلص تكمل هذوك الوليدات يقراو واش وليداتهم يقراو وليداتنا حنا يبقاو غنبغيو كي وليداتهم كي وليدات الناس هاو غنبغيو نتا هما بخير جاو الناس تيعملوا خرجها ماشي ما خدموش جابوا ماشي جابوا الوليدات كلها يتقال حقه. انا ما تندافعش من ناحيه ديال برا ولا كذا ولا تندافع على المسائل اللي كاينه النتائج والمسائل اللي كاينه دابا انا يستحق عليها الثناء وفوق الثناء تجي هكا نداء فوق كل شيء فوق المسؤولين ديال الفرق والكبير ديالهم والله كاين القجع خصو يلتفت لهاد الجهه هادي هذاك الخدام منه ما داك الحساس ديال الباب ولا داك اللي تيغسل لك التونيات ولا هذاك اللي تيهز لك كذا على هادو ما عندهمش قيمه ما لو ما كانش داك اللي تيصوب الكازون داك اللي تي يغسل الفيستيرات داك اللي تيصوب التونيات كي غادي تكون انت كلاعب انا تنوفر لك ندير لك التيران انا فيه الحواري ونخليك ترس انا تلتفت لشي حاجه اللي هما واعرين بحال تنقول ماشي تيوقعوا ما كون جات هذا ني فيها وعوج هذا كليت العصا على الوداد اللي فيه بقى عوج لحد الان ما رجعتوش عيني هي حوالت ما تنشوفش فيها كليت العصا عليها هذا كدا هنا صدرها هو مهرس كدر هكا كلها العصا على الوداد ما كنتش شي واحد يتسب سب شي عندنا شي لعاب ولا تسب لا ديريجون ولا تسب تنمشي لك بلاتي احسن ما كاينش تنمشي واخا يكون يقتلني كاين مع الجماهير الوداديه جماهير كاين الناس اللي ما تعرفوهاش كاين وحده من الحويجات ناس تضحيو 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 وسيرتو الحمد لله دازو الناس قدام بزاف شكل وهاد الوليدات اللي كاينين دابا كون صابوا ما عرفتش شنو الحمد لله صافي بليزير لوما هما لولا الوداد ولا الرجاء والله لا بقاو دابا كنا داك الاسم كون باش لولا هاد المحبين والله الوداد والرجاء كره تباعوا والله تتشوفهم في الدلاله فينا هي المحمديه فينا هي الله يرحم الدمو قنيطره فينا هي وجده فينا هي طاس فينا هي انا تنقول رساله اللي عندي هاي هاد الاخرى هي السرقجع توصل له هاد الرساله انتبه لهذوك الناس اللي تيخدموا وفي الاخر تيغسلوا فيهم رجليهم هادي انا ما حضرتش يلاه جيت دابا نشوف الزياره ديالو وكنظن بانه المكتب برئاسه السيد سعيد ناصري ما كيتخلاوش على بحال المسائل هادي لان راه ولاد الفرقه وكيعرفوا ولاد الفرقه وكيعرفوا باش كيديروا بحال المسائل هادي ما كنظنش انا الناصري ولا اعضاء المكتب غيتخلاو على بحال الحاله هادي لانه سي محمد الشاكي كما كتعرفوا راه عشنا مع واحد 30 و 40 سنه عشنا في الوداد وكنعرفوا ما قدم وما اعطى النادي الوداد الرياضي كنظن بان اعضاء المكتب المسير ديال الوداد ولا برئاسه السيد سعيد الناصري ما يمكنش وامبوسيبل شي يتخلى على هذه الحالات هذه حاله اجتماعيه لجميع الوداديين هذه ضمن لا من سعيد الناصري ولا من جميع الاعضاء ديال المكتب ولا من المنخرطين او محبين او جمهور ديال الفرقه فاس محمد الشاكي غني على التعريف وعطى الكثير 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 لعابه كبار دازوا على يدو الحمد لله كنظنش ما كنظنش بانه سعيد الناصري يقدر يتخلى على هذه الحاله